السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. النهاردة إن شاء الله هنعمل ريفيو أو مراجعة سريعة على ما تم تعلمه. طيب، في خطوتنا أو في خطواتنا اللي فاتت إحنا اتعلمنا إيه؟ إحنا اتعلمنا إيه هو المعلومات، إيه البيانات، تعريف الأمن المعلوماتي لو إحنا كده، وتناولنا كمان أقسام الحماية الثلاثة اللي هي الفيزيكال والأوبريشنال والمانجمنت. طيب، إحنا كمان خدنا مصطلح مهم جدا جدا اللي هو السي أي إيه، واللي بيعبر عن عناصر او اهداف امن المعلومات. ايه الغايه من ان انا امن معلوماتي، وايه الهدف اللي انا يعني محتاج اوصل ليه علشان معلوماتي وبياناتي تكون امنه. احنا قلنا ان احنا عندنا ثلاث عناصر مهمين جدا جدا اللي هو السي اي اي، وقلنا يا شباب ما تخلطوش بالسي اي اي اللي احنا بنسمعها في الافلام وفي وسائل الاعلام والاخبار وما الى ذلك، والمصطلح الامني المشهور اللي هو بيشير الى الاهداف الامن المعلوماتي او الغايات اللي انا بتتحقق ليا من خلال تامين بياناتي ومعلوماتي. احنا قلنا في ثلاث عناصر اللي هم مجموعين في الرمز سي اي اي اللي هو confidentiality, availability وintegrity. خدناهم كده واحد واحد ومشينا عليهم وعرفناهم ان الconfidentiality اللي هي الخصوصيه والسريه هي ازاي اقدر امنع غير المصرح لي من الاطلاع او الحصول على البيانات والمعلومات بتاعتي. السلامة هي ازاي ان انا اتيح للمصرح لي فقط من التعديل او الاطلاع على البيانات بتاعتي، وامنع غير المصرح لي، بينما الاتاحة انه توفر امكانية الوصول عند الطلب للبيانات والمعلومات. وخدنا مثال عليها وكان تقريبا من الـ ATM كارد بتاعنا. اتكلمنا كمان عن معيار الامن المعلوماتي اللي هي AAA، وقلنا ده معيار يستخدم في الأمن المعلوماتي لتحقيق أمان المعلومة أو أمان البيانات اللي بيتم من خلاله عملية التفويض وعملية التحقق وعملية المحاسبة. وقلنا إنه authentication بيشير إلى أنت مين، أنا عايز أفهم أنت مين علشان بعد كده أطبق عليك الأوثورايزيشن أو أديك الصلاحيات الممنوحة ليك أو التراخيص المفوض حضرتك من خلالها إن أنت تطلع أو لا تطلع، تعدل أو لا تعدل، وهكذا. بعد كده بمشي وراك خطوة خطوة كده في مصطلح الاكاونتنج واللي هو الثالث معيار معانا في المعيار التريبل اي، علشان ابدأ اراقب تحركاتك، هل فعلا استخدمت صلاحياتك الممنوحة ليك او حبيت او حاولت تتجاوز، وفي حالة التجاوز انا بمنعك وبسجل عليك ايفنت بيسموه ايفنت لوج كده، بسجل عليك كل الحركات او كل التغيرات او كل ما فعلته، سواء كنت شخص او نظام او جهاز، كل ده بيتسجل عليك في الامن المعلوماتي. طيب، قلنا كمان ان في طرق كتير جدا للوصول للتحقق من الهويات الرقميه، التحقق مني انا شخصيا او التحقق من هويتي الرقميه، واشهرها واسهلها هي طريقه الباسورد. بعد كده استعرضنا اشهر بروتوكولات الباسورد اللي هي الباب والاسباب والشاب، وخدنا كمان بروتوكول الكيروس. طيب، وبروتوكول كمان مهم جدا جدا اللي هو OTP او TOTP، واللي هو كان استخدام كلمه سر مؤقته لبره واحده فقط. وقلنا ان اشهر عمليه، واعتقد ان احنا عملناها كمان عملي، اللي هي لما بحاول ان ادخل على حسابي البنكي، هو بيبعت لي، البنك بيبعت لي كلمه سر مؤقته تستخدم لمره واحده او محدوده بزمن معين علشان كوسيله ثنائيه للتحقق. قلنا كمان انه التحقق ده اما يكون احادي كلمه المرور، او ثنائي اللي هي باستخدام كلمة المرور وباستخدام الكلمة المؤقتة والكلمة السرية المؤقتة، او السؤال السري او الرمز اللي هو بيطلع العملية الحسابية اللي انا بجاوب عليها، او باستخدام يعني مالتي فاكتور اوثنتيكيشن او استخدام اكتر من وسيلة تحقق. وضربنا على كده مثال في الكيربروس، اتكلمنا عن طرق الوصول للبيانات والمعلومات، قلنا ان عندي اربع نماذج مشهورة جدا، اما هو الماك اللي هو المانداتوري او الالزامي وخدناه عملي وشفناه ازاي، يعني ازاي بيمنع غير الادمنستريتور او غير الراجل المدير او الداخل بصلاحيات الاداره انه يعدل او يطلع او يضيف او يحذف على البيانات والمعلومات. خدنا كمان نموذج الداك وخدنا الارباك، وقلنا ان عندي اثنين ارباك هي الرول والرول. طيب، خدنا كمان الاس اس ال او الشهادات الرقميه، عرفناها، خدنا مثال عليها، عرفنا ازاي نتحقق من المواقع الامنه والمواقع غير الامنه. طيب، كل ده خدناه في خطوتنا الاولى لامن المعلومات. احنا قلنا ان المنهج بتاعنا ده
هيمشي على منهج الكومتيا سيكيورتي بلس، للي حابب ان شاء الله يكمل ويحصل على شهاده سيكيورتي بلس. يا شباب فيها كده وانت بتدرس فيها 6 دومينات او 6 اقسام. احنا كده خلصنا القسم الاول اللي هو بعنوان الايدنتيتي مانجمنت، اللي هي اداره الوصول واداره الهويات. تمام، لو رحنا كده سريعا مثلا، لو رحنا كده سريعا على الاختبار السكيورتي بلس، واحنا قلنا السكيورتي بلس يعتبر اساس الامن المعلوماتي، لازم نفهمه كويس جدا علشان لو حبينا نكمل. عندي هنا 6 اقسام، اول قسم اللي هو تريت واتاك والفولنبيليتي، يعني الثغرات والتهديدات والمخاطر. من المفترض انه وانت بتدرس الشهاده كده او الكتاب الخاص بالمنهج هو بادئ بالقسم ده، لكن انا ما حبيتش ابدا معاكم بالقسم ده، وفضلت ان احنا نبدا بالايدنتيتي علشان هو اسهل منه شويه، وعلشان هو من المفترض انه مدخل منطقي لدراسه امن المعلومات. وبعد كده ان شاء الله القسم الجايه والخطوه الجايه هتكون اللي هي ثريت والاتاكس والفولنربيليتي. طيب حابين بس احنا اتفقنا من اول الكورس ان احنا هنكمل ان شاء الله مع بعض، للي حابب يكمل والشروط ان احنا مش هنتعلم هاكرز ومش هنتعلم تخريب، ولكن هنتعلم ازاي نحمي نفسنا منها. تمام، انا وانا ماشي كده اضفت لكم شويه اجزاء عملي هي مش موجوده في المنهج، يعني اللي هي طالع على الكتاب مش هيلاقي اي اجزاء عملي على الاطلاق. الكتاب عباره عن كونسبت مفاهيم اساسيه كده، وكله شروحات كلام، توضيح مفاهيم، مصطلحات، تعريفات، لكن الجزء النظري يكاد يكون معدوم. لكن انا حبيت ان انا واحنا بندخل على حساب البنك علشان اوريكم الاو تي بي، واحنا بنعمل محاوله تعديل على ملفات النظام علشان اوريكم الداك عفوا الماك عفوا كده، مني انا اضافات مني انا، لان انا حابك تفهم، انا عاوزك تفهم. فبالتالي يا شباب انا قررت ان احنا ان شاء الله لما نطلع للخطوه الجايه اللي هي ديت، اللي هي بقى نتكلم عن المخاطر، عن الثغرات، عن التهديدات، عن الفيروسات، عن الهاكرز، عن المالوير، عن يعني هيبقى جزء شيق جدا ان شاء الله هو الستيب اللي بعد كده، الخطوه اللي بعد كده. حابب بس اللي يطلع معايا يكون حابب يطلع، حابب يكمل. فعلشان اعرف الناس اللي حابه تكمل من الناس اللي مش حابه تكمل، انا عملت اختبار بسيط جدا كده خدته من اسئله الامتحان الفعلي. يعني انا خدت الاختبار ده من اسئله الامتحان الفعلي. ليه؟ علشان احب، يعني انا حابب اقيس كم واحد هيكمل معايا. لانه احنا هنا لو رحنا على صفحه الكورس الخاصه بينا هنلاقي كده بعد كورس امن المعلومات كم واحد مشترك فيه؟ 1241. طيب تعالوا كده نروح لتحليلات الكورس ده، تعالوا كده نروح لتحليلات الكورس بتاع الانفورميشن سكيورتي. ادي الكورس بتاعنا اهو. تمام، قال لي انت عندك بس اكتف ستودنت، يعني حد كل اللي اشترك وتفاعل. تفاعل يعني ايه؟ يعني بدا يشوف الفيديوهات، بدا يتدرج في الفهم، بدا ان هو يعمل يقيم الكورس. 177 واحد من 1241، فبالتالي تقريبا انت بتتكلم في حوالي 12-13%. طيب ال 12-13% دول هل منهم اشخاص هيطلعوا حابين يكملوا معانا؟ كام؟ بنسبه كام؟ 50%، 60%؟ فبالتالي اللي هيكمل معايا 50 مشترك او 60 مشترك، انا ما عنديش مشكله على الاطلاق في الرقم. انا لو كمل معايا 10 او 5 ما عنديش اي مشاكل على الاطلاق في الرقم، ولكن المشكله بتاعتي هل انت مهتم فعلا؟ هل انت مجتهد فعلا؟ هل تعبي في جمع المعلومه وتلخيصها وشرحها وضرب الامثله العمليه؟ هل موجه فعلا لمن يريد الفهم، لمن يريد التعلم، لمن يريد الاستمرار، ولا في اناس كتير جدا لا يعنيها الامر، او انا ما قدرتش افهمها او ما قدرتش ابسط لها المعلومه، فبالتالي هي بتبحث عن معلومه اخرى او محاضر اخر؟ فانا يهمني ده. فلو سمحتوا، انا اسف، يعني من هيهتم ويريد استكمال الكورس معايا فقط يجيب على الاختبار بسيط جدا جدا جدا. يعني انا اعلم تماما انه قد يكون الكورس مش هو
الكورس المثالي او الكورس الجيد جدا، لكن انا اسعى وابذل قصارى جهدي في ايصال المعلومه وتبسيطها. لذلك مهم جدا يا شباب، وانت بتتابع الفيديوهات بيطلع لك تعليقات كده، يعني تعليقات على الماده العلميه، على الالقاء، على المحاضره. لو سمحت اللي بيعلق يدي نجمه او يدي 5 نجوم او يدي، يكتب بس كومنت هو ادى نجمه ليه؟ هو ادى 5 نجوم ليه؟ انا بسعى ان انا اقدم لكم ماده علميه محترمه مجانا، انا مش يعني الكورس غير مدفوع. فيعني لا تبخل على ايصال ملاحظاتك، على ايصال تعليقاتك اللي ممكن تفيد اخوانك بعد كده، حتى لو انت مش هتكمل معايا. لو في تعليق او فكره او شيء انا ممكن اضيفه للفيديوهات، او ممكن يعني اتغاضى عنه في الفيديوهات القادمه، فيعني انا اكون شاكر ليك جدا. هتلاقوا بعد الفيديو ده ان شاء الله في الريسورس مصادر التعلم بتاع الفيديو، هتلاقوا لينك الاختبار، هو تقريبا 5 اسئله او 6 اسئله، وتقيس فقط مدى المعرفه. ان شاء الله بس استاذنكم ان احنا نتوقف لمده بسيطه ان شاء الله لالتقاط الانفاس وللاطلاع على تفاعل الاخوه المتابعين معنا. اشوفكم الخطوه الجايه، اتمنى يعني اشوف الجميع الخطوه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.